النبي عليه السلام أصبح في ذات يوم على إثر سماء كان من الليل، يعني كان في مطر نازل، فصلى بأصحابه صلاة الصبح ثم التفت إليهم فقال لهم عليه السلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه السلام أصبح قال عليه السلام: قال الله عز وجل، أو يقول الله عز وجل، طبعا على إثر المطر. لاحظوا هناك عبارات أحيانا الإنسان لا ينتبه لها، يعني نحن نتكلم عن الإرصاد والتنبؤات، وهذا علم لا يمكن إنكاره، علم ومعترف به قرآنيا ونبويا وإيمانيا، هذه علوم أصبحت من العلوم المقرة شرعا والتي ينبغي ألا يغفل عنها المسلمون، بل على العكس ينبغي أن توظف في حياة الناس بشكل أمثل. لكن اربط السبب بالمسبب الحقيقي سبحانه، اربط الأشياء بأسباب، اربط الأسباب بمسبب الأسباب تعالى. فقال عليه السلام: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. طبعا قال الله عز وجل ليس في القرآن وإنما في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، يعني الناس تجاه هذه الظواهر العادية الطبيعية تصوراتهم تنقسم إلى قسمين: تصورات تجري وفق التيار أو مع التيار الإيماني، وتصورات فيها بعض الانحرافات الفكرية الإيمانية العقدية. أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. ما معنى ذلك؟ طبعا أحيانا نحن نقول يعني أصبح البرق في المكان الفلاني لذلك نزل المطر في المكان الفلاني، سيلوا في المكان الفلاني لأني رأيت البرق. هذه العبارات في الأصل عبارات عادية، عبارات علمية، لكن العقيدة اليقين، هل أنت فقط تركز على الأسباب أم أيضا مع ذلك توقن بأن الذي رفع الماء هو الذي ينزله، الذي خلق هذا القانون، قانون تكون السحاب عبر تبخر الماء من البحر بضوء الشمس بحرارة الشمس ثم يتكثف، خاصة إذا صادف منطقة باردة، هو الذي ينزله، وهو قادر على ألا ينزله سبحانه. لكن هذه قوانين أودعها الله تعالى في الوجود، في الكون، في الأرض، هذه قوانين، وهو سبحانه الذي قدر هذه القوانين. فأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب، يعني تنبؤات وما تنبؤات جميل وهو حق وصحيح، لكن أضف إلى ذلك الجو الإيماني، العلاقة الإيمانية التي تربط هذه الأسباب بالمسبب الحقيقي وهو ربنا سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك كافر، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. طبعا قضية الإيمان والكفر هنا ليس معناها الكفر بالله أو الكفر بالخروج من الإسلام، لا، هي قضايا وجدانية، قضايا فكرية يتحدث بها الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين لتصحيح الأفكار وتصحيح العقائد.
في عهد الإمام جابر بن زيد في زمان التابعين أصاب الناس في ليلة من الليالي ظلمة شديدة ورعد وريح، هذا يتكرر موجود هذا في كل الأزمنة في كل أمكنة. أصاب الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ورعد، طبعا الريح مخيفة، الريح دائما تخيف، فيها إعصارات، فيها النبي عليه السلام كان إذا هبت ريح، يروى عنه صلى الله عليه وسلم إذا هبت ريح شديدة يدخل بيته ويخرج خوفا أن تكون عذابا. يقول ففزع الناس إلى المساجد، خاف الناس وذهبوا إلى المساجد وأخذوا يتضرعون ويبكون ويدعون الله تعالى. وذهب جابر بن زيد أيضا إلى مسجد وجلس فيه يدعو، ثم ولله الحمد انجلت تلك الظلمة وانكشفت تلك الغمة، خلاص انتهت الرعد والريح، هدأ الجو ورجع الناس إلى بيوتهم وإلى الأسواق. فنادى جابر بن زيد كان لا يزال في المسجد، نادى القريبين منه، قال يعني معنى الكلام ما كنتم تظنون؟ قالوا ظننا أن القيامة قامت، يعني خفنا يعني تكون يوم القيامة قد قامت. قال خفتم أمرنا عظيما، يعني فعلا شيء مخيف، والآن أين تذهبون؟ قالوا نعود إلى منازلنا، نروح البيوت نشبع. قال لو جاءكم ما كنتم تظنون ما كنتم تتوقعون، يعني لو قامت القيامة ما يفيدكم رجوعكم إلى البيت، الآن وقت العمل. في مثل هذه اللحظات يعني اغتنم الفرص، سانحات الإيمان، عندما تجد نفسك مقبلة على الصلاة، على العبادة، على الصيام، على الذكر، على القرآن، واصل، لا تقول بكمل بعدين، واصل. يوم تشوف نفسك مندفع إلى الدين لا تتوقف، كمل. شفت نفسك شوي متعب وريح شوي ثم واصل، بعد أن تستجم، بعد أن ترتاح، واصل.